ورحمة الله وبركاته، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عملنا كذا فيديو عن الميزانية، النهاردة بقى هنعمل فيديو ميزانية برضو بس قليل قوي. يعني قليل ايه؟ مثلا اخواتي وحبايبي اللي هم مثلا اليومية بتاعتهم بياخدوا الدخل بتاعهم باليوم 30 جنيه 40 جنيه بالكتير قوي 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 50 جنيه، واليوم بتاعك مش هيوصل كمان ل 50 جنيه. هنتكلم على اضيق الحدود وفي نفس الوقت هناكل كل حاجه باذن واحد احد. تعالوا نبدا كده ونشوف ونقول هنعمل ايه. انا لسه جايه دلوقتي من بره، كنت نزلت مع حد عشان اجيب الخضار بتاع هقول لك الاسبوع على اساس في اليوم 50 40 30، وتلاقي يوم معاكي هيعمل اقل. محدش يقول اوفر، لا مش اوفر. دي النهار الحمد لله الاسعار في السوق بدأت ان هي تتظبط شوية حلوين. يعني نبدأ على بركة الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. علشان نقول ان الميزانية بتاعتنا قليلة، فاحنا مش هنجيب اللحمة البلدي، احنا مش هنجيب اللحمة البلدي، هنجيب نص كيلو من اللحمة المستوردة. النص كيلو ده عامل 20 جنيه، هتجيبيه من السوبر ماركت او من اي متجر حواليكي، هيديكي نص كيلو اللحمه ب 20 اللي هو ده. خلاص اعملي ايه في النص كيلو ده؟ هتقسميه على 2 او هتقسميه على 3. هتقولي لي على 3، هقول لك ايوه على 3. ليه بقى؟ على اساس ايه؟ على اساس ان انا مثلا اول تلت انا هعمله كفته مش صغيره خالص، دي اللي هي الكور، وهوريكي دلوقتي ازاي. ده اول تلت. تاني تلت انا هعصبه مع بصلتين كبار علشان اعمل منه لو ولادك عايزين مكرونه بشاميل هتقدري تعمليه بالتلت اللي احنا هنعصبه مع بصلتين، او هنعمله لحمه مفرومه ونقطع مع جنبها بطاطس مهروسه، نسلق بطاطس ونهرسها، وقرنين شطه او شويه مسقعه او اي حاجه. والتلت اللي هو التالت ده احنا اقطعه كده ايه، عباره عن حتت صغيره، وفي كل طبخه هاخد منه معلقه، في كل طبخه هاخد معلقه. يا اما برده هتعمليه لوحده كده زي الكفته او الكباب، وهقول لك تضيفي عليه ايه علشان يفرط معاكي. ممكن نعملها كفته خضار بالبطاطس والجزر والكوسه والبسله والحاجات دي كلها. وهنعمل عملي وهقول لك تعمليها ازاي دلوقتي حالا، مش هتاخر عليكي. ادي اللحمه بتاعتنا، هجيب معاها يا اما تجيبي معاها نص كبد وقوانص، يا اما تجيبي معاها نص بانيه، يا اما تجيبي معاها وركين، وتقطعي الوركين دول صغيرين قطع صغيره كده، تخلي الراجل يقطعهم لك او انت بالسكينه الكبيره بتاعتك وتقطعيها صغيره. هتلاقيها عملت معاكي صينيه كبيره او حله كبيره، هتوفي معاكي وتكفي، وهتاكلي كل يوم يا اما لحمه يا اما القطع الفراخ دي. ما تقوليش ازاي، هنعمل عملي، هنطبق عملي. الاول هنقول حاجتنا، والفيديو اللي بعد كده هنطبق عملي باذن واحد احد. ادعوا لي بس ربنا يقدرني ان شاء الله. نقول بس جبنا ايه الاول باسعار السوق. يبقى احنا جبنا نص كيلو اللحمه ده، هشيلها بس في الثلاجه عشان الجو حر. وعلى فكره انا ممكن ما استخدمش معاها، ما احتاجش معاها ولا كبد وقوانص، ولا احتاج معاها بانيه في الاسبوع الاولاني، ولا احتاج معاها وركين، لا ممكن ما احتاجهمش، وممكن النص كيلو اللحمه دي يغطيني الاسبوع كله، مفيش اي مشكله فيها. تعالوا بقى نشوف الخضار بتاعنا. البطاطس النهارده في السوق ب 5 جنيه وب 4 جنيه، الكبيره ب 5 جنيه والصغيره ب 4 جنيه. هتجيبي منها كيلو ونص، لو هنقول ب 5 جنيه هنجيب كيلو ونص على سعر اليوم النهارده، كيلو ونص هتكفيني الاسبوع كله، هيبقى معايا بطاطس كتير وفايض. يبقى كيلو ونص بطاطس هجيبها بكام؟ الكيلو ب 5 جنيه النهارده. ممكن تجيبي النهارده 2 كيلو، ممكن تجيبي 2 كيلو ب 10 جنيه، ممكن تجيبي 2 كيلو وربع بال 10 جنيه اللي هي بسعر ال 4 جنيه، قصدي 2 كيلو ونص بسعر اللي هي ال 4 جنيه اللي هي هتبقى البطاطسايه الصغيره اللي هي زي دي. يبقى سعر البطاطس النهارده من 5 جنيه و 4 جنيه اهو. هنجيب ايه في الاسبوع؟ هنجيب، انا جبت الكوسه النهارده الكوسه عامله 6 جنيه، النهارده الكوسه عامله 6 جنيه، انا جبت نص كيلو كوسه ب 3 جنيه، وهقول لك ازاي. هقول لك يعني ازاي نعملها. جبت نص كيلو بدنجان، البدنجان ده ب 4 جنيه، النص كيلو عامل 2 جنيه. جبت ربع كيلو فاصوليا اهو، جبت ربع كيلو فاصوليا، الربع كيلو الفاصوليا ده عامل 3 جنيه، الربع كيلو الفاصوليا عامل 3 جنيه. وجبت نص كيلو بدنجان من الطويل ده
هخلله نص كيلو البتنجان الطويل ده هو عامل 2 جنيه، عامل 2 جنيه. جبت رنجايه، رنجايه اهي، الرنجايه دي عامله 11 جنيه، الرنجايه دي عامله 11 جنيه وهقول لك تعمليها ازاي دلوقتي، وهتاكله وتشبعه وتعمل لك صينيه كبيره او طبق كبير محترم ما شاء الله عليك. خلاص طبعا انا عندي الفول بتاعي اللي انا بدمسه علشان هيساعدني في الفطار وفي العشاء. ده الفول بتاعي، الكيس ده نص كيلو، الكيس ده هو نص كيلو مكتوب عليه 8 جنيه، ده كان عندي من رمضان كنت جايبه كميه، هو برده دلوقتي بره هتلاقوا لو احنا جبناه من البقال هيبقى النص كيلو هيعمل مثلا ايه، هنجيب بخمسة جنيه او اي حاجه، انت قولي له عايزه بخمسة جنيه فول بتاع التدميس. ممكن كمان تجيبي الفول نفسه المدشوش علشان نعمله فلافل في البيت. وجبت هنا ايه، طبعا عندي عندي شطه، جبت الشطه حمراء وشطه خضراء عشان المسقعه، والشطه الحمراء ديت انا ما بستغناش عنها، بحط في الطبخه بتاعتي او في عصير الطماطم. وجبت نعناع وجبت شبت وجبت شويه حاجات خضراء. طيب الطماطم النهارده بخمسة جنيه، الطماطم النهارده اقسم بالله العظيم بخمسة جنيه. جبت كيلو طماطم، كيلو طماطم، وانا كنت عامله كيسين صلصه في الفريزر، ده هيمشي مع ده. وغير كده كمان هقول لك تعملي ايه، هتجيبي مثلا انت جبتي كيلو، ممكن تجيبي كيلو ونص، هتجيبي مثلا هتاخدي نصهم تعصريهم في الخلاط مع قرن شطه من ده الاحمر دهوت مع وحده بنجريه صغيره، هتغير لك لونها وهتظبط لك الدنيا. وممكن بقى مع البصل مع الحاجات ديت هتبقى عندك التخديعه او التسبيكه، هتبقى في الثلاجه هتكفي معاك الاسبوع وزياده، هتحطيها في اكياس او في علبه عشان وفري الاكياس، احنا بنتكلم في التوفير، هتحطيهم في علبه في الثلاجه وتاخدي لكل طبخه منها حبه معلقتين ثلاثه. جبت قتة، جبت قتة، القتة ب 4 جنيه في السوق، القتة ب 4 جنيه والخيار ب 6 جنيه، جبت قتة اهي، قلت تغيير، القتة دي ولادي بيحبوها والموسم بتاعها، ولما تبقى حاجة جديدة ولادك بياكلوها. الخضار ده يا جماعة ده للأسبوع، وجبت جزر، جبت جزر، جبت نص كيلو ب 2 جنيه، طيب، والبصل هتجيبي كيلو ونص بصل، الكيلو بره عند بتاع الخضار، لما هتجيبي كيلو لوحده هتجيبيه ب 3 جنيه، كيلو ونص بصل ب 4 جنيه ونص، انت هتقولي له انا عايزه بال 5 جنيه بصل. يبقى احنا كده عندنا حاجه الاسبوع، وطبعا اكيد عندك توم، يا اما هتجيبي ربع كيلو توم اتنين ولا حاجه هيديهم لك ب 3 جنيه هيكفيك الاسبوع. وعلشان ما انساش الفاكهه والمنظفات، جبت واحده شمامه كده اهيت، بس انا كنت قطع منها من شويه، جبت واحده ديت ب 10 جنيه، دي ب 10 جنيه، خلاص؟ وعلشان ما انساش المنظفات، المنظفات يا ستي هتعملي ايه؟ هتجيبي كيس اي نوع انت عايزاه، اوكسي، برسيل، اريال، رابس، واي حاجه، هتجيبي كيس اللي هو بخمسة جنيه للاسبوع، وهتجيبي صابونه، انت مش هتغسلي كل يوم، على الاقل هتغسلي في الاسبوع مرتين او حاجه، فدي صابونه اهي للحمام، وهتجيبي ده او الصابونه اللي انا وريتها لك اللي انا بجيبه بالجمله اللي هو الريال ده، ايا كان هتجيبي صابونه ب 4 5 جنيه وهتجيبي كيس ب 5 جنيه، ده هيمشي معاك الاسبوع. تعالوا بقى نتكلم في نقسم الوجبات بتاعتنا ازاي. وبالنسبه للصابون السائل، انا هعمل لك صابون سائل دلوقتي لو الفيديو قضى معانا، هعمل لك صابون سائل من قشر الليمون، هنعمل صابون سائل من قشر الليمون، صابون سائل محترم نضيف صنع ايديكي من حاجه احنا بنرميها. نبدا على بركه الله ونقول الوصفات بتاعنا، الوصفات بتاعنا مثلا هتعملي ايه؟ حاولي احنا مثلا هنبدا من اول الاسبوع اللي هو يوم السبت، حاولي تطلعي يوم السبت ده وانت عندك اكل باقي من يوم الجمعه، قولي لي ليه؟ هقول لك ليه، علشان خاطر انا مثلا هاخد ال 30 جنيه بتوعي بتاع يوم اليوم او ال 40 او ال 50، احنا دلوقتي بنتكلم في الميزانيه من 30 ل 50، فهاخد انا اليوميه بتاعتي دي، انا داخلي باليوم مثلا كذا، هاخد انا اليوميه بتاعتي دي هنزل اجيب بيها شويه حاجات زي دول، هنزل اجيب بيها انا الحاجات دي، شويه الخضار اللي انتوا شايفينهم دول انتوا عارفين انا دافعه فيهم كام؟ انا دافعه فيهم 19 جنيه، شويه الخضار دول دافعه فيهم 19 جنيه، هنقول 20 جنيه، هنقول ايه؟ هنقول 20 جنيه، وهجيب ب 20 جنيه اللحمه اللي قلت لكم عليها، ادي 20 و20 40 جنيه، بس هنعتبر كده. رحالي ممكن ترحالي الرنجه ليوم تاني ب 10 جنيه او ب 11 جنيه ترحليها وهكذا. اذا انت كده جبتي خضار يكفيكي ايام كتير. هاجي بقى بكره الحد والاثنين والثلاث انا عندي خضار. تعالي اقول لك نقسم الخضار بتاعنا ازاي. نعمل مثلا حله تورلي او اللي هي البرمه هتكفيني يومين وممكن تكفيني ثلاثه، خلاص؟ ممكن تعمليها في برام زي ده،
برام زي ده اهوت، هنعمل فيه التورل بتاعنا. التورل بتاعنا ده عباره عن ايه؟ هتحطي فيه ايه؟ هتحطي فيه بطاطس، هتحطي فيه جزر، هتحطي فيه كوسه، هتحطي فيه فاصوليا، هتحطي فيه اي خضار عندك موجود في الثلاجه. طيب وحده الكوسه ديت احنا بنعملها ازاي عشان توفر معاكي ويبقى معاكي الحله مليانه؟ تيجي تعملي الكوسايه بتاعتك، هتقشريها وما اعرفش ايه وكده، تقسميها اتنين كده كده، وتقسميها اتنين كمان كده، بقت معاكي الكوسه بتاعتك اربع ارباع، بقت معاكي الكوسه بتاعتك اربع ارباع. وهتيجي تقطعي بقى ايه الترانشات اللي احنا بنعملها او القطع اللي احنا بنعملها اللي هي دي. بقت معاكي الكوسه بتاعتك عباره عن قطع صغيره. لو انا جايبه نص كيلو كوسه، لو انا خدت ربعهم عملته كده هيبقى معايا هيديني حبه حلوين كده، هيديني حبه حلوين مع شويه بطاطس وحدايتين ثلاثه برده هتديني حبه حلوين، مع فاصوليا اهي، مع الفاصوليا، مع ربع كيلو بسله. كل ده يبقى انا عندي حل التورلي محترم. انا عايزه اعملها باللحمه، هعملها باللحمه ازاي؟ هجيب بقى التلت بتاع اللحمه المفرومه دي، هتكوريها قطع صغيره قطع صغيره، وهتشوحيها تشويحه في الزيت او السمنه تشويحه صغيره، وتنزل بعد ما تحضري كل الخلطه بتاعتك الخضار والبصل والطماطم وما اعرفش ايه، هتروحي نازله رصاها فوق الوش على البرام بتاعك او الطاجن او الحله اللي هتعملي بيها التورلي. الطبخه دي هتكفيك يومين وممكن تكفيكي ثلاثه، طيب افرضي انا ما عنديش لحمه، افرضي انت ما عندكيش اللحمه، او انت عايزه تشيلي اللحمه دي لحاجه ثانيه، تعالى اقول لك تعمليها ازاي. بصي ادي الماسوره اهي اللي انا قلت لك تجيبيها من عند البزار، ادي الماسوره اهي اللي قلت لك تجيبيها من عند البزار. بصوا انا خليته قطعها لي، بصوا كل اللي جوه ده النخاع، لما تاخدي لك وحدتين من دول او تاخديها كلها تغسليها وتسلقيها سلقه محترمه خلاص، وتحطي في ميه السلق بتاعتها الجزر والكرفس والخضره والبصل الاخضر والبصل العادي وطماطمايه كل ده، وتعمليها على نار واطي. بعد ما تغلي تعمليها على نار واطي. هتقولي لي المواسير بتوسخ الشوربه، هقول لك ازاي تخلي الشوربه بتاعتها زي الفل. هتغلي ميه وتحطي المواسير فيها خمس دقائق، وتاخدي المواسير على مصفى تغسليها وتكب الميه دي، تبداي بقى تسلقيها سلقه نظيفه كده، لا هتعمل معاكي ريم ولا هتعمل معاكي اي حاجه. وتحطي بقى كمون وملح وكزبره ناشفه، كزبره خضراء ناشفه، ممكن عود كزبره خضراء في الشوربه. ولما تبرد خالص هتقسميها، تاخديها تصفيها وتقسميها كده. عندك ثلاث ايام او يومين التورلي مع رز او العيش، مع رز او العيش خلاص. الرز هناخد في الاسبوع هنجيب كيلو ونص او 2 كيلو في الاسبوع. وزي ما قلت لك انت كده بقى اليوم الثاني عندك وفر، عندك انت مش هتشتري حاجه، وعندك خضارك، وعندك خضارك بتاع الاسبوع كله. الثالث او اليوم الرابع، هنقول اليوم الثالث خلاص، يبقى احنا خدنا يومين، هنقول اليوم الثالث. هتاخدي الرنجه دي هتاخديها وتمشيها على النار كده زي ما هي، بس علشان ننزل اي حاجه فيها. وبعد كده برضو هقطعها قطع صغيره، وهجيب الطبق الكبير بتاعي وهقطع معاها طماطم ناشفه، هاخد طماطميه ناشفه اقطعها، وهقطع معاها فلفل اخضر، هقطع معاها خضره وكزبره، هقطع معاها بصلايه. هتعملي طبق كبير هنتغدى بيه وهنشبع والحمد لله. الاسبوع بتاعك مش هيتكلف معاكي 200 جنيه، هنقول 200 210، هنقول 200 210، وممكن كمان يبقى 200. نيجي اليوم اللي بعديه، احنا ما اتكلمناش في الفطار والعشاء، هنتكلم فيه. اليوم اللي بعديه احنا بنتكلم في ميزانيه محدوده، فهيبقى الاكل بتاعنا ايه؟ شويه كده وشويه كده. اليوم اللي بعديه هتعملي ايه؟ هتعملي صينيه بطاطس، صينيه بطاطس هاخد حته من اللحمه المفرومه دي، هصبحها كفته، هحط معاها بصلتين كبار هقطعهم صغيرين، هحط معاها عودين ثلاثه نعناع، عودين ثلاثه خضره وبقدونس، و هعمل ايه؟ هصبحها وهعمل صينيه بطاطس حلوه محترمه، اقطعها كده ترانشات رفيعه زي ورقه اللحمه، وهفردها في الصينيه. وكمان ممكن اعملها في، بس احنا مش هنتكلف ونقول لك ورق المونيا وكده، لا، هعملها في الصينيه، وهحط الكفته بتاعتي فوق الوش، وهسقيها بمعلقه زيت او سمنه، وهحط كبشتين ثلاثه من الشوربه، وهدخلها الفرن او اغطيها بغطاء يكون عالي شويه علشان ما يكبس على اللحمه او الكفته يبططها، يا اما تعملي الكفته تبططيها كده ملاش الصوابع يعني، وتحطيها على النار، تبقى معاكي صينيه بطاطس محترمه.
يبقى معاكي صينيه بطاطس محترمه. ادي اليوم الثالث واليوم الرابع. نيجي نشوف اليوم الخامس واليوم السادس او اليوم السابع هعمل ايه. انا هعمل مسقعه. هعمل مسقعه. احنا على فكره صينيه المسقعه احنا ممكن نعمل صينيه المسقعه على الغدا، يبقى صينيه مسقعه وبحمر معاها بطاطس او بعمل معاها سلطه بطاطس، اسلقها واقطعها كده قطع صغيره واسلقها واصفيها واحط معاها عود شبت واقلبها اقلبها وملح وكمون وميه ميه وجميله جدا جدا جدا. يبقى مسقعه مع شويه بطاطس. اللي بعديه هعمل كشري وبطاطس محمره وبيض وبدنجان مخلل. هعمل كشري وبطاطس محمره وبيض وبدنجان مخلل. انت بقى ممكن تعملي ايه؟ ممكن تقسمي اليوم. مثلا انا النهارده اكلت تورلي خلاص، اخلي النص بتاعه بتاع بكره اخليه لليوم الثالث، وبكره اجدد اعمل مثلا الكشري والبطاطس المحمره والبدنجان المخلل. يبقى انا اكلتهم يوم كده واليوم الثاني هديته شويه، اليوم الثالث اسخن بقيه التورلي بتاعي وهكذا. الكشري ده بتعمليه ازاي؟ بتعمليه كوبايتين الرز قصادهم كوبايه عدس، كوبايتين الرز قصادهم كوبايه عدس، حطي عليه الكركم والملح ورشه كمون ومعلقه الزيت او معلقه السمنه، وبقى عندك الكشري بتاعك جاهز زي الفل. والبدنجان المخلل اهوت بتسلقيه او بتحمريه في الزيت وبتحشيه الخلطه بتاعه الشطه والثوم والحاجات دي والملح والكمون والكزبره والحاجات دي. طيب انا اتبقى معايا دلوقتي بقيت ربع كيلو الفاصوليا، هتقطعيه حتت صغيره وتحطيه في كيس، حطيه في الفريزر للاسبوع اللي جاي. الاسبوع اللي بعديه هعمل ايه؟ بدل ما هجيب نص كيلو لحمه المفرومه، لا انا هجيب نص كيلو من نفس برده السوبر ماركت ده، بس لحمه مكعبات قطع صغيره، لحمه مكعبات قطع صغيره. هجيب اطبخ عليها الفاصوليا دي، احط معاها بطاطايه او احط معاها جزرايه. اجيب انواع خضار تانيه، هتجيبي بسله، هتجيبي باميه، هتجيبي ربع كيلو باميه او نص كيلو باميه. انت كده يومك معاكي وفر، اليوم بتاعك معاكي وفر. هنيجي نتكلم في الفطار والعشاء. الفطار والعشاء عندك الجبنه القريش ماليه السوق، وعندك الجبنه الحادقه بتاعتك ماليه، اكيد عندك بلاصي، عندك برطمان، ولو ما عندكيش فهي لو جبتي قطعه خرطه بخمسة جنيه وخرطه كمان في الجبنه قريش بخمسة جنيه ولا حاجه، يا اما تجيبي نص كيلو على بعضه طبق جبنه قريش زي ما انت عاوز. هتحطيهم في علبه وتهرسيهم الاثنين مع بعض وتقطعي طماطمايه، وبسم الله ما شاء الله فطار وعشاء مع، بس مش لوحدهم، مع ايه؟ مع الفول والفلافل اللي احنا بنعملهم في البيت. الفول والفلافل اللي احنا بنعملهم في البيت. كمان من ضمن الاسبوع بتاعك هتجيبي ست بيضات. البيضه ب 2 جنيه، البيضه ب 2 جنيه، ممكن تجيبي بال 10 جنيه خمس بيضات، وممكن تجيبي ب 12 جنيه الست بيضات لكل واحد بيضه، مع يا اما اليوم هتعملي البيض ده مع اليوم اللي هو فيه كشري وبدنجان مخلل وبطاطس محمره، عشان يبقى كل واحد ياخد طبق الكشري بتاعه مع البدنجانه المخلله معاه، عشان يبقى انت اديتي ابنك واديتي جوزك طبق اكل وافي فيه البروتين وفيه النشويات وفيه الالياف وفيه في كل حاجه، هيبقى انت كده اخدتي الطبق بتاعك وافي وكافي. خلاص هتقطعي كمان قطه، القطه ديت هتتقطع مع الفطار ومع العشاء ومع كمان الغدا. لو ما عندكيش مخلل للغدا هتقطعي القطه وتعصري عليها ليمون وملح، رشه ملح عليها ورشه كمون، وتقطعي بصلايه طرنشات رفيعه مع القطه وتقلبيهم في بعض، هيبقى عندك طبق محترم. يبقى فطار وعشاء وغدا هتحطي عليها بصل لو هتاكلوها في الغدا، لو هتاكلوها في الفطار والعشاء هتكتفي ان انت تقطعيها طرنشات صغيره كده وتتعامل مع الجبنه القريش او الجبنه القديمه. لو هتفطري جبنه الصبح يفضل تفطري جبنه حادقه ما تتعشيش بيها بالليل، تتعشي بالليل جبنه القريش، او تشتري طمن جبنه بيضه وطمن جبنه رومي ماشي، او طمن جبنه بيضه بس مع الجبنه القريش، وبرده تحطيهم على بعض ورشه الكمون عليهم وتملي العلبه بتاعتك وتحطيها في التلاجة. يبقى انت كده عندك فطارك وعندك عشاكي وعندك غداكي واكلتي كل حاجه. اي طبخه عندك انت عايزه تطبخيها، اي نوع خضار، اللوبيا، ام عين سودا او الفاصوليا البيضه ماشي، باميه، بسله، فاصوليا، بطاطس، اي نوع خضار انت ممكن تطبخيه هتطبخيه بمعلقتين من اللحمه المفرومه دي، هيبقى اولادك برضو اكلوا اللحمه. يا اما هتجيبي الاسبوع اللي بعديه لحمه مكعبات، او هتجيبي مش عايزه تجيبي لحوم خالص بس يفضل ان انت تجيبي لحمه، هتجيبي البانيه وتقطعيه صغير وبرده ممكن تطبخي بيه، بس الطبيخ على اللحمه
ولو ما عندكيش لحمه تطبخي على الشوربه بتاعت الماسوره، الماسوره دي ب 10 جنيه، معاكي ميزانيه بيتك 200 جنيه واقل كمان. لو جيتي حسبتيها، انا النهارده جايبه خضار بكام؟ زي ما قلت لكم جايبه ب 19 جنيه خضار خلاص، وجايبه الرنجايه ب 11 جنيه، وجايبين طبق اللحمه ب 20 جنيه. يبقى انت ده اليوم ده انا صرفت فيه ليه؟ عشان انا جبت خضاري بتاع الاسبوع كله. بكره هيبقى عندي خلاص، مش هصرف كتير، بعده مش هصرف، انت هتوفري. صدقيني لو اخدتي مصروف بيتك ومشيتي الدنيا معاكي، والله العظيم هتمشي. مسقعه بياكلوا، بدنجان مخلل بناكل، ده احنا لو عملنا طعميه في سندوتش وحطينا عليها البدنجان الطويل المخلل ده، او حطينا عليها حتتين القته، هتاكلي وتشبعي وتملي بطنك وتقولي الحمد لله، ومعاكي في جيبك وفرك، ومعاكي في جيبك وفرك. والاسعار بدات تتظبط، الاسعار في السوق بدات تتظبط. وهتجيبي كيلو ونص رز مع كيس الشعريه، ده الكلام ده لو ما عندكيش تموين، الكلام ده لو ما عندكيش تموين. اليوم الثاني بعد انا ما جبت خضاري باليوم الاول، هيبقى عندي وفر، هجيب كيلو سكر. اليوم الثالث هجيب معرفش ايه، وهكذا. يبقى انت كده معاكي خضارك، خضارك في ثلاجتك، حاجتك عندك. خلي بالك من الطماطمايه، خلي بالك من قرن الشطه، ما تخليش حاجه تبوظ. انا لو طلعت لك دلوقتي كيس من الفريزر، هتلاقي فيه شطايه، هتلاقي فيه نص طماطمايه، خلي بالك من حاجتك. وفي الاخر جمعيهم. انا البصل الاخضر، انا حتى البصل الاخضر مخزناه علشان بحطه في الشوربه عشان اخد فوائد لاولادي. اوعي ترمي حاجه، اوعي ترمي حاجه. وان شاء الله تعملوا لي بقى لايك وكومنت للفيديو اذا عجبكم الفيديو، وتشيروه مع اصحابكم، علشان زي ما قلت لكم في ناس كتيره عايزه الافكار بس مش عارفه تجيبها منين. ويا رب اكون خفيفه عليكم النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.